أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك لدى وصوله مطار العلمين الدولي. ومن المقرر أن يتم مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالأحداث في السودان، والتفاصيل أكثر بينضم إلينا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بك، صباح الخير. حقيقة إن احنا بنشوف زيارة مهمة رئيس مجلس السيادة السودانية لمصر، إزاي حضرتك بتشوف أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت يا فندم؟ أهلا بي أخ عزيز، يعني أنا من الجيل الذي هتف يوما لعلم مصر والسودان، كنا مملكة واحدة ثم جمهورية واحدة حتى أصدر السودان الانفصال عن مصر في الستينيات، وها هو السودان ينقسم إلى سودانين شمالي وجنوبي، ثم إذا بالشمال يحارب بعض البعض والجنوب يحارب بعض البعض، هي سمة قبلية من آفات الحياة السياسية في أفريقيا، أن الناس لا تشعر بالانتماء للوطن بقدر ما تشعر بالانتماء إلى حزب أو قبيلة إلى آخره. والحمد لله أننا في مصر عجينة واحدة، لا يختلف المصري في أسوان عن المصري في دمياط. صحيح. من هنا يعني أسوأ ما يصاب به شعب هو انقسام شعبي إلى قسمين، وأسوأ من ذلك لجوء كل قسم إلى قوة أجنبية تسانده ويطبع الحل أجنبي. الأسوأ من الأسوأ هو أن عادة لما يحدث انقسام بين الطوائف في الشعب يلجؤون إلى الجيش، لأن ولاء الجيش هو لراية واحدة ولدولة واحدة. في السودان فقطينا هذا إلى الأسوأ، فالجيش نفسه انقسم على نفسه، الجيش السوداني وقوة التدخل السريع، ويحاربان بعضهم البعض، السوداني يحارب السوداني. من هنا تأتي أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح البرهان وأن يلتقي بشقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي. فمصر طبعا تجاربها عريقة وقديمة، وهي محل الثقة لدى الأخصائي في كل العالم العربي وبالذات في السودان. لا ننسى أننا نستضيف 4.5 مليون سوداني من قبل هذه الثورة، ثم أو من قبل هذه الحرب، ثم مئات الآلاف بدأوا يتوافدون على الحدود المصرية مرة أخرى. صحيح. إذن السوداني يشعر أن هذه هي بلده، والنصح المصري للسودان يؤخذ بمأخذ الجد. وأرجو إن شاء الله أن نكون في موقف نستطيع أن نلتقي أيضا بالطرف الآخر السوداني، وأن نجلسهم على مائدة مفاوضات واحدة، وأن نستطيع أن نجد حكومة ديمقراطية منتخبة تمثل كل الأطياف في السودان وكل الأطراف، ويعود السودان الشمالي على الأقل وحدة واحدة مرة أخرى. طيب قول إيه يا فندم الملفات المتوقع كمان مناقشتها في زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر؟ كل ما يشغلنا عادة يبقى في مثل هذه الاجتماعات، حتى بنتكلم في تأثير الأزمة الدولية الخاصة بالحرب الأوكرانية لأنها أثرت سلبا على اقتصادات كل دول العالم. صحيح. حتى الكورونا وإصابتها، ومصر نجحت نجاح كبير في هذا المجال. نقل مصر تجربتها في الإصلاح الاقتصادي، لأن كل الدول الصديقة والصديقة ترى أن مصر يعني أنجزت إصلاح اقتصادي شجاع مكلف طبعا، لأننا كلنا عانينا من القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، لكنها في النهاية لصالحنا وصالح الأجيال القادمة. يناقشون طبعا المشاكل القريبة من السودان سواء في ليبيا، لأن طبعا الوضع في ليبيا يؤثر فيما يجري في السودان والعكس صحيح. اليمن موضوع يحتاج إلى أن يتناقش فيها القائدان. كل ما هو على يشغل بالك وبالك المواطنين بيطرح في مثل هذه المقابلات. ثم العلاقات الثنائية المباشرة. صحيح. لدينا كما قلنا جالية سودانية ضخمة جدا في مصر، لدينا جالية مصرية ضخمة جدا، ولدينا وزارة الري لها مقر في الخرطوم لأننا نحن نراقب حركة النيل من السودان، لدينا آلاف من المدرسين ومن العاملين المصريين يساندون السودان في نهضته الاقتصادية. مصالح ثنائية مشتركة كثيرة، وندعو الله إن شاء الله نكون في موقف نستطيع فيه أن نستثمر في السودان، لأن الذين
يعني يستطيعون أن يجدوا قوت يومهم، لا يحاربون ولا يدخلون في مثل هذه الحروب. لهذا البعد الاقتصادي أيضا للعلاقات له أهمية، ونحن نراعيه منذ سنوات طويلة، وندعو مصر وكل الدول العربية أن تواصل الاستثمار في السودان وأن تستثمر على نجاح السودان إن شاء الله في بإذن الله المستقبل القريب. بإذن الله يا فندم. طيب قولي يا فندم، إيه كمان القرارات أو التوصيات المتوقع الوصول إليها كنتاج للحوارات والنقاشات؟ إحنا عاوزين نقنعهم، إذا كنتم مختلفين ومش قادرين تتفقوا على قيادة موحدة، تعالوا نلجأ إلى الشعب السوداني ونعطيه الخيار ونلجأ إلى الانتخابات. وبالقطع أن المسيرة الديمقراطية قد تؤدي إلى نتيجة، رغم أن كثيرا ما تفشل الجهود الديمقراطية والانتخابات في إيجاد حكومة متفق عليها، إنما دعونا نحاول كافة المحاولات، كافة أنواع التفاهم والتراضي. يا إخواننا نحن في النهاية أبناء بلد واحد، فمن العيب علينا جميعا ألا نتفق، وعار علينا ألا نستطيع أن نواجه الشعب السوداني. لماذا يحارب السوداني أخيه السوداني؟ صحيح، هذه الأشياء محتاجين للتوافق حولها، ومحتاجين لجهد غير عادي ليقنع إخواننا في السودان إن شاء الله أن يكونوا يعني وحدة واحدة وشعب واحد، مهما كان اختلاف المصالح الدنيوية. فهناك من الوسائل ما يمكن عن طريقها أن نوفق بين المصالح المختلفة، وألا ينقسم أهل البلد الواحد نتيجة الجغرافيا الذاتية أو الانتماء القبلي أو العائلي، لأن أيضا السودان فيه عائلات ذات وزن كبير نرجوها أن تتدخل، ونرجوها أن تحاول أن تلم الشمس بين السودانيين وبعضهم البعض. طيب قولي يا فندم كمان، ازاي حضرتك بتشوف اول زيارة خارجية للبرهان منذ الأزمة السودانية لمصر؟ واضح إذن الانتماء، واضح أنه يرى أن مصر هي يعني طوق النجاة الذي يمكن أن يتعلق به. وأنا متأكد أن الأطراف الأخرى من قوة التدخل السورية لو بحثت عن طرف غير سوداني يساند السودان للعودة إلى وحدته فهي مصر. مصر أقول لك بكل ثقة كدبلوماسي عجوز أن مصر أكثر الوجوه قبولا في كافة البلدان في العالم. مصر والقاهرة أكثر عاصمة تستضيف كافة سفارات العالم أكثر من أي دولة أخرى. نحن متواجدون في السودان الشمال والجنوب ومتواجدون في إفريقيا، بالتالي بالتأكيد أن مصر قادرة أكثر من غيرها على لم الشم إن كان هناك أي ضوء في نهاية النفق يشير إلى إمكان حل هذه المشكلة. صحيح. تقييم عفوا حضرتك للمشهد في السودان يا فندم أخيرا. صعب، وأكثر المشاهد العربية تعقدا، يعني حتى ليبيا أقل شأنا، سوريا أقل شأنا من حيث تعقد المشكلة. المشكلة هنا أن الجيش وهو القوة التي يلجأ إليها الناس لتوحيدهم انقسم على نفسه، فبالتالي إحنا فعلا أمام مشكلة صعبة وحقيقية. وأدعو الله بإذن الله بالتوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي وللرئيس البرهان أن يرشدهم الله لما فيه خير السودان ومستقبله إن شاء الله في المستقبل القريب. بإذن الله يا فندم. أنا بشكر حضرتك سيادة السفير جمال بيومي، شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. شكرا. كمان الشكر موصول لحضراتكم، أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا منى يحيى وإلى اللقاء.